أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة، أكد أن الفريق الملكي يواصل حصد الإنجازات في السباقات الأوروبية بعد الإنجازات التي تتحقق بفضل حرص الفرسان على تحقيق أفضل النتائج من أجل إبراز مكانة المملكة رياضيا في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله. وكان فرسان الفريق الملكي البحريني لسباقات القدرة قد حققوا المراكز الخمسة الأولى بسباق يوستن البريطاني مسافة 80 كيلومترا بمشاركة كبيرة واسعة من قبل مختلف فرسان العالم، وذلك بإشراف سمو الشيخ نورة بنت حمد الخليفة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الفريق الملكي استفاد كثيرا من هذه المشاركة المتميزة، وكان الفارس خليفة مبارك قد حقق المركز الأول في السباق، والمركز الثاني الفارس خليفة جمال، والمركز الثالث خالد يوسف، والمركز الرابع يعقوب الحمادي، والمركز الخامس رائد محمود. كما حقق الفارس عبد الرحمن الزايد المركز الخامس لمسافة 160 كيلومترا، وتم تصنيف جواده ضمن جياد النخبة مشاركا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والفارس رائد محمود، وبذلك يكون قد ضمن المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.